صفقات الزمالك الجديدة فيها أي حاجة منهم؟ أي صفقة كان نفسك تروح الأهلي؟ لا خالص خالص؟ ال 11 صفقة ما فيش فيهم ولا واحدة كان نفسك إنها تكون موجودة في الأهلي؟ أصل النادي الأهلي بيشتري اللي محتاج. يعني أنا دايما ما بحبش أتكلم على موضوع نادي الزمالك خالص لأنه بيتفهم غلط. يعني يقول لك هم دول بينتموا للأهلي وبيتكلموا عن الزمالك وكده. انا بتكلم لا بس عادي، انت راجل لعيب كوره ومدرب كوره اكيد تتكلم على كل يعني نادي الزمالك من افضل مواسمه السنه دي لعبها، حد عنده شك؟ البدايه لحد يمكن يعني انا بكلمك نادي الزمالك كتيم كوره السنه دي كان نادي مميز. ماشي صح حل. خسر الدوري. ماشي، ليه خسر الدوري؟ ليه؟ علشان الاهلي كسب الدوري. علشان ايه؟ الاهلي كسب الدوري. حلو، بس ليه خسر الزمالك الدوري؟ ما هو عشان الاهلي موجود. عشان الاهلي موجود. ما هو الاهلي طول ما هو موجود الاهلي بطل. يعني لو قسنا فنيات بدايه الموسم اهلي وزمالك هتقول الزمالك ياخد الدوري بمراحل. صح؟ حلو. النادي الاهلي يكسب الدوري. انا كنت مراهن عليه وهو الزمالك راكب بسبعه بنط. كنت متاكد. ما طول عمرنا كده. ما هو المشكله الكبيره ان الناس لازم تعرفها ان النادي الاهلي بطل. حلو. مش عشان بنتمي له، لا هو بطل، معلمنا كده. يعني انه الطبيعي ان انت تبقى انت البطل، اللي مش طبيعي انك ما تبقاش البطل. هو ده اللي انت بتعمله. عارف ليه الاهلي بيكسب والزمالك بيخسر الدوري؟ احنا عاملين زي الاثنين بنجري ماراثون. حلو. النادي الاهلي حريف شويه في الماراثون، بيعرف يجري. ماشي. ما بيبصش وراه. ماشي. اي واحد بيبص وراه في الماراثون بيخسر. ليه؟ لا بيتكعبل، لا اللي وراه بيخمه، بيجري اسرع. فالنادي الاهلي دايما والدوري والدرع بيحبنا بالامانه. وخلي بالك الدوري برضو يعني عايز نفس طويل. لا يعني مش سهل، محطوطه صعبه. كون النادي الاهلي ياخد البطوله في السنه دي تعرف عظمه النادي الاهلي. علي معلول نجم الاهلي هذا الموسم ولا نجم الدوري عامه؟ لا، فرجاني ساسي نجم الدوري. فرجاني ساسي نجم الدوري؟ طبعا. فرجاني ساسي احسن لاعب ادى مباريات طول السنه لغايه ما اتعور.